ما زالت اصداء انشقاق الوزيرين نفتالي بنات وأيالي شكيد عن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف واقامه حزب اكثر تطرفا باسم اليمين الجديد يثير جدلا في صفوف الشارع الاسرائيلي ما بين مؤيد ومعارض كل <applause> بالليكود ومن جهه اخرى هناك من رحب بانشاء احزاب جديده في الشارع الاسرائيلي الامر الذي قد يمهد للاطاحه بحكومه نتنياهو التي تثقل كاهلها قضايا الفساد وايش هم مش عارفه انا مهوب بكل كخ ارب بيرشيات وكيلو الازرقين والله اخفات نحن يشوفين وما كذا الناس ايش هم راقصين يشيبوا لنا و وأن عنا و ييوشم بتسمرت و يتنو

على التطرف اكثر فاكثر